حتم لازم، من لم يجاوز القرآن آثم. بسم الله الرحمن الرحيم القائل: ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم التجويد الميسر الذي يروم التعريف بالقواعد التجويدية الضابطة لرواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، دائما مع أحكام الفتح والإمالة كأصل من أصول هذه الرواية الكريمة. ونصل في هذه الحلقة المباركة إلى الجزء السابع من أحكام الفتح والإمالة. تعرفنا في الحلقة الماضية أن ورشا يقلل 15 كلمة منونة مقصورة. هذه الكلمات 15 المنونة المقصورة إذا وقف عليها القارئ يقرأ الألف فيها بالتقليل. وتعرفنا على المجموعة الأولى من هذه الكلمات 15. المجموعة الأولى كانت هي الكلمات التالية: مفترى، قرى، مسمى، سدى، وأخيرا سوى. إذن هذه الكلمات كما عرفنا بها في الحصة الماضية إذا وقف القارئ لا شك أن هذا التنوين يصير ألفا، وهذا الألف من هذه الكلمات الخمس وبقية الكلمات 15 تقرأ بالتقليل عند الوقف. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة نتعرف على المجموعة الثانية من هذه الكلمات المنونة المقصورة، وعددها كما ذكر العلماء 15 كلمة، والتي تقرأ الألف فيها في حالة الوقف بالتقليل أي بالإمالة الصغرى. المجموعة الثانية تتضمن هذه الكلمات، وهي التي سنذكرها كلمة كلمة من خلال بعض مواقعها في القرآن الكريم. هذه الكلمات الخمس من المجموعة الثانية هي: هدى، ضحى، فتى، عمى، وأخيرا غزى. إذن كل هذه الكلمات دائما الملاحظة واحدة، أننا إذا وقفنا على مثل هذه الكلمات يقف القارئ معوضا التنوين بالفتح بألف، ثم هذا الألف يقرأه بماذا؟ بالإمالة الصغرى. لماذا نبه العلماء على قضية قراءة هذه الألف بالإمالة الصغرى؟ لأن رمز الإمالة غير موجود، نقطة الإمالة غير موجود تحت هذه الكلمات 15، ولذلك هي تدرك بالمشافهة والأخذ من القراء ومن السادة الفقهاء والحفاظ. إذن أعيد هذه المجموعة الثانية: كلمات هدى، ضحى، فتى، عمى، وأخيرا غزة. نبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة هدى. هنا في قوله تعالى من سورة لقمان الحكيم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن
وقفت على كلمة هدى. إذا وقف القارئ على كلمة هدى لا شك أن هذا التنوين سيصير ألفا. إذن هذه الألف من هذه الكلمات 15 تقرأ بالتقليل في حالة الوقف. وتلاحظون أن كلمة هدى لا توجد أسفلها نقطة الإمالة، ويدرك هذا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه القراء، ولذلك جمعها العلماء وذكرونا بها حتى إذا وقف القارئ على مثل هذه الكلمات يقف بماذا؟ بالتقليل. إذا الكلمة الأولى هنا من المجموعة الثانية هي كلمة هدى، ذكرناها من سورة لقمان. الكلمة الثانية من هذه المجموعة الثانية للكلمات 15 المنونة المقصورة هي كلمة ضحى من سورة طه، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. إذن كلمة ضحى وقبلها وهذه كلمة سوى ذكرناها في المجموعة الأولى، الآن الحديث عن كلمة ضحى في هذه المجموعة الثانية من الكلمات 15 المقصورة والمنونة بالفتح. هذه الكلمة كلمة ضحى إذا وقفنا يعوض هذا التنوين ويقرأ الألف بماذا أعزائي المشاهدين؟ يقرأ بالتقليل، وللإشارة لا رمز لنقطة الإمالة في هذه الكلمات، وإنما تدرك كما ذكرنا بالمشافهة وبالأخذ. القرآن نقل إلينا مشافهة، إذن العمدة في قراءة القرآن الكريم هو الأخذ من أفواه الأساتذة والقراء والمشايخ والسادة الفقهاء والحفاظ ممن حباهم الله تعالى بالتطبيق السليم لأحكام التجويد وبحفظ متين ورصين حتى يبقى هذا القرآن منقولا جيلا بعد جيل بحفظ الله سبحانه وتعالى له. إذن الكلمة الموالية من المجموعة الثانية هي كلمة فتى. كلمة فتى إذن الألف فيها تقرأ بماذا؟ بالإمالة الصغرى في حالة الوقف. نذكرها هنا من سورة الأنبياء، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الآيات. إذن كلمة فتى إذا وقفنا هذا الألف دائما يقرأ بالتقليل، ولا شك أننا في حالة وصل هذه الكلمات 15 سيتغير الأمر لتطبق أحكام أخرى من أحكام التجويد، وهنا فتى يذكرهم، لا شك أن هذا الألف هو بدل من التنوين، والتنوين نون ساكنة صوتية لها أربعة أحكام وهي الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، الحكم هنا سيكون هو الإدغام فتى يذكرهم، ولكن إذا وقفنا على كلمة فتى سنقف أولا بالألف، هذا الألف هل أقرأه بالفتح أم بالتقليل؟ لا، يقرأ بالتقليل، يقرأ بالتقليل. الكلمة الموالية هي كلمة عمى
من سورة فصلت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن تلاحظون هنا أعزائي المشاهدين كلمة عمى وقفا يصير عندنا أليف، هذا الأليف يقرأ مع هذه الكلمات 15 بالتقليل. والكلمة الأخيرة من هذه المجموعة الثانية هي كلمة غزة، كلمة غزة هكذا من سورة آل عمران قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إذن هنا كلمة غزة من سورة آل عمران إذا وقفنا عليها الأليف يقرأ بالإمالة الصغرى، ثم لا شك أنه في حالة الوصل تتغير الأحكام ليصير حكما من أحكام النون الساكنة أو أن الألف تحذف أو النقل أو حكم من الأحكام التجويدية التي يقتضيها الحال. إذن هنا غزة في حالة الوقف يقرأ الألف بمقدار حركتين وبالتقليل، ثم في حالة الوصل سنطبق قاعدة من قواعد النون الساكنة وهي هنا الإدغام غزا لو كانوا، نعم إدغام بغير غنة. إذا تعرفنا أعزائي المشاهدين على المجموعة الثانية من الكلمات المنونة المقصورة والتي تقرأ وقفا بالإمالة الصغرى. نسطر هنا تقرأ هذه الكلمات في حالة الوقف بالإمالة الصغرى. ما هي هذه الكلمات؟ هي كلمة هدى، ضحى، فتى، عمى، وأخيرا غزة، والإشارة هذه المجموعة الثانية، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المجموعة الأولى. إذن الآن ننتقل إلى فقرة تعالوا نقرأ القرآن ونأخذ المصحف المحمدي سورة جديدة سورة عبسة الصفحة 614 ومع أول مشاركة يتعلق الأمر هنا برشيدة إدنجار فلتتفضل مشكورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم. شكرا جزيلا رشيدة إيد النجار على هذه المشاركة الطيبة معنا في البرنامج. نتمنى لك مسيرة موفقة مع كتاب الله تعالى، وانتبهي لبعض الأحكام التجويدية. نركز هنا على كلمة تصدى. تصدى، فالانتباه دائما للرواية. كلمة تصدى هنا من قوله تعالى من هذه السورة الكريمة سورة عبسة تقرأ، فقوله تعالى هنا أما من استغنى فأنت له تصدى. نركز هنا على الصاد، فيها شدة ولذلك نعتني بها حتى لا يلتبس الأمر في قضية الروايات. إذن تصدى، والألف من تصدى دائما بالإمالة الصغرى. نشكر مرة أخرى رشيدة على هذه المشاركة الطيبة معنا في البرنامج. الآن ننتقل إلى مشاركة أخرى من ضحى طيبازة، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم. شكرا جزيلا ضحى طيبازة على هذه المشاركة وهذه القراءة الموفقة. نتمنى لك كذلك مسيرة موفقة مع كتاب الله تعالى. واعتني يا ضحى بترقيق السين، لأن السين هذه تنتمي إلى الحروف المستفيلة المرققة قولا واحدة. فالحروف الهجاء العربية تنقسم إلى قسمين كبيرين، حروف مفخمة قولا واحدة وحروف مرققة مستفلة قولا واحدة. الحروف المفخمة قولا واحدة نذكر بها مجموعة في قولهم خص ضغط قيظ، باقي الحروف حروف مستفلة
قولا واحدا، بمعنى تتطلب من القارئ أن يرققها كالسين، مع الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أحرف. هذه الحروف متأرجحة بين التفخيم وبين الترقيق، وهي الآليف واللام والراء. إذن نعتني بهذه الحروف الثلاثة كحالات خاصة، مرة ترقق ومرة تفخم. أما السين الشأن فيها أنها دائما مقروءة بالترقيق. موضوع الملاحظة هنا هي كلمة سفرة، من قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. فالسين هنا حرف من الحروف المستفلة المرققة، صحيح أنها مفتوحة والفتح قد يساعد على التفخيم، ولكن لا ينبغي أن تصير بأي حال إلى صاد وتقول صافرة، لا، هذا سيتغير معنى الكلمة. إذن الماهر بالقراءة هو الذي يعتني بإخراج هذه الحروف لهجاء العربية من مخرجها السليم، ثم يعطي لكل حرف حقه حتى ننقل الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا سليما وآمنا. وفي ذلكم أعزائي المشاهدين تعظيم لكلام الله تعالى، فالتالي لكتاب الله تعالى لا بد له أن يعتني بحسن القراءة وأن ينضبط لأحكام التجويد قدر المستطاع حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم يسعى بعد ذلك إلى تدبر معاني كلام الله تعالى والعمل بما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحسن التلاوة وحسن الفهم وحسن العمل حتى ننال بركات القرآن الكريم. وبهذه أعزائي المشاهدين نكون قد ختمنا هذه الحلقة المباركة من برنامجكم التجويد الميسر. نترككم في عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.